انت عطينا الكيو. اسعد الله اوقاتكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم في الاتحاد القطري للفروسيه، حيث ينظم بطوله قفز الحواجز على سيف حضره صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفه الثاني. ويسعدنا نلتقي مع احد الفرسان المشتركين في الجوله الاولى. مرحبا عبد الله. مرحبتين. هلا. تحكي لنا عن الجوله الاولى، تحكي لنا عن استعدادك لهي الجوله. والله ان شاء الله احنا مستعدين، وفي اكثر من فارس متاهلين، و التوفيق ان شاء الله بيد الله، والفرسان كلهم قريبين من بعض وفي ضغط في الكلاس، فالله يوفق ان شاء الله. شو هي توقعاتك للجوله الاولى؟ مين اكثر فارس منافس لك بتحس بهالجوله؟ الفرسان كلهم، لان قلت لك في ضغط في البوينت والناس كلهم قريبين من بعض، فالله يوفق ان شاء الله. قد ايه اخذ معكم وقت تدريب لهالبطوله؟ التدريب لهالبطوله احنا التدريب من سنوات ومن اشهر ومن ايام، ف اخذ وقت التمرين. بنتمنى لك التوفيق ان شاء الله، وبنشوفك بالمراتب الاولى ان شاء الله. جزاك الله خير. اعزائي المشاهدين ابقوا معنا نتابع معا مجريات هذه البطوله ولقاء اخر مع احد الفرسان. اسعد الله اوقاتكم، اهلا ومرحبا بكم في الاتحاد القطري للفروسيه. كما نشاهد الان جميع الفرسان يستعدون للجوله الاولى. بيسعدنا نلتقي مع فيصل احد الفرسان. فيصل تحكي لنا الجوله امبارح كان ترتيبها تقريبا 16، اليوم شو هو توقعاتك لهالجوله وكيف هي الاستعدادات؟ اولا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. البارح مثل ما تفضلتوا رقمي تقريبا 16، وكان بيني وبينك حتى انه كان في خطا صراحه مني، لكن الحمد لله. وهذه هي الفروسيه،
يعني بعض المرات تجيك ليش يعني هي تختلف تماما عن الرياضات الثانيه، عن الكوره، عن التنس. ليش؟ لان احنا نتعامل مع خيل، نتعامل مع نفس صراحه. يعني اليوم كمود امس كان الجو بارد، الخيل خاصه الفرس اللي عندي كان تقدرين تقولين نيرف صراحه من الهواء ومن تذكرت الاجواء الاوروبيه صراحه. ورحت بعض المرات اول ما عديت بعض الحواجز حسيت الفرس شارده فيني، قلت بسوي فيها كنترول. يعني اليوم بدنا نتخطى كل الاخطاء اللي حصلت امبارح. والله نتمنى اليوم الجو صراحه اليوم ما لي عذر، نقول الله يوفق. مع ان تقدر تقولين الصداره محتومه ان شاء الله ابو سند خالد سند النعيمي، وهو اخونا وفي فريقنا، والله يوفق الشباب ان شاء الله. وهي فعلا تراها بعد اليوم البطوله اسمها بس انها بطوله الامير علينا برشر. والله فيصل انت من الفرسان الجد الاقوياء، بنتمنى لك التوفيق ونشوفك ان شاء الله بالمراتب الاولى. شكرا، شكرا جزيلا وشاكرين لكم والله. أعزائي المشاهدين ابقوا معنا لنتابع مع مجريات الجولة الأولى لهذه البطولة. The time allowed is 88 seconds. 25 of best results will be qualified for the second round. We want to wish everybody safety and good luck inshallah. اهلا ومرحبا بكم من جديد في الاتحاد القطري للفروسية. بسعدنا نلتقي مع احدى الفارسات مسرة. اهلا وسهلا فيكي ونتمنى لك التوفيق، تحكي لنا عن الجولة. بسم الله الرحمن الرحيم. والله هاي الجولة ان شاء الله هي تكون المؤهلة للجولة الثانية، وان شاء الله الله يوفقني ويوفق كل الفرسان. لو صعدنا الجولة الثانية يعني هاي خلاص النهائي حق كاس الامير، بعدها خلاص. طبعا امس كانت رصد نقاط حق هاليوم، واللي طلعوا امس صعدوا حق اليوم بعد شيء، فكله تاهل لين اخر مرحله اللي هي عقب هالمرحله ان شاء الله. كيف هي الاستعدادات والتوقعات؟ والله توقعاتي الفرس الحمد لله في الورم اب قاعده تقفز اوكي. اتوقع ان شاء الله يعني بعد توفيق رب العالمين ان شاء الله ان شاء الله اسوي اوكي ان شاء الله يا رب. نتمنى لمسار التوفيق ونتمنى لكل الفرسان والفارسات التوفيق ان شاء الله بهالجوله، بنشوفكم بالبطوله. يا نديبي فوق حمرة من وهيبة شفها الشلات لا طال المسيري، حثها تلحق مع الخيل النجيبة، حثها واللي ورا عمره قصيري. صوب دار الخل والعنوة قريبة، خذ سلامي للكبير وللصغير، يا الولد والعود الأحدب ينغزيبه لابتي عسافة القرمة العسيري. النشيبة يوم هوجس في النشيبة عقب ذاك الحوم لا لعب الصفيري، والله يبطي يسولف به صحيبة ذا الهبل سلواه في صوت الزفيري. الله المعبود ثاني امتناع، وبالتالي تم استبعاد الفارس غانم المريخي وغاندالفتن من هذه المباراة. معنا الآن في أرض الميدان المشاركة الفارسة رقم 2 في القائمة مسرة محسن إبراهيم والجواد إلي.
Second refusal, unfortunately, that was elimination for Ghan Lemrekhi and Gandalf 10. In the arena now, riding Alain, Masarra Mehsen Ibrahim. آخر حاجز، الحاجز رقم 12. إذن أربعة نقاط جزاء في القفز لمسار إبراهيم وألين بزمن 76 ثانية و30 جزء من الثانية. في أرض الميدان الآن الفارس فالح محمد النصر ودبل تشويس. Unfortunately that was four penalties at the last fence number 12 in a time of 76.30 for مسار إبراهيم and ألين. In the arena now riding double choice فالح محمد النصر. فالح النصر ودبل تشويس بزمن 73 ثانية و17 جزء من الثانية، وبالتالي تبقى مجموع النقاط عند 19 نقطة فاصلة 424 للفارس فالح النصر نتائجه من مباريات يوم أمس وهذه الجولة. وكانت الفارس مسار قد أنهت الجولة بأربعة نقاط، يصبح مجموع نقاطها 27.704. في أرض الميدان الآن المشارك الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني وباستيل دي فرانسيس. That was a nice clear round for فالح النصر riding double choice in a time of 73.17. So the total points stays at 19.424. In the arena now riding باستيل دي فرانسيس شيخ عبد الله بن ناصر الثاني. Yeah.
20 نقطة جزاء في زمن 74 ثانية و60 جزء من الثانية كانت نتيجة الفارس الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني، وبالتالي تصبح مجموع النقاط 34.559. في أرض الميدان الآن الفارس سالم راشد المري والجواد لونغ ماجيك. That was 20 penalties for Sheikh Abdullah bin Nasser Al Thani in a time of 7.460. So total points of 34.559. Salam Bassin Dehaz Al Hajj Rakam Salatha. Can you just wait for fixing fence number 3, please? في أرض الميدان الآن المشارك رقم 6 في القائمة الفارس سالم راشد المري والجواب مارفور لونغ ماجيك. The arena now riding Long Magic سالم راشد المري. جولة بدون نقاط جزاء لصالح الفارس سالم راشد المري ولونغ ماجيك بزمن 74 ثانية 39 جزء من الثانية، وتبقى مجموع نقاط عند 13.854. في أرض الميدان الآن الفارس جابر راشد عبدالله العامري وبوكوا بادموز. That was a nice clear round for سالم المري riding Long Magic in a time of 74.39. So total points stays at 13.854. In the arena now, Jaber Al-Amri riding Pakwa Padumuz. Oh,
الفوز رقم 5. إذن 4 نقاط جزاء في القفز لجابر العامري وبوكوا بادموز بزمن 69 ثانية 51 جزء من الثانية، ليصبح مجموع النقاط 17.239. في أرض الميدان الآن الفارس حسين محمد الجابر، وهو يمتطي صهوة الجواد الفارو. That was 4 penalties at fence number 5 in a time of 69.51 for جابر العامري. So total points is 17.239. In the arena now riding الفارو, rider number 9 in the list, حسين محمد الجابر. نقاط جزاء في القفز كانت نتيجة الفارس حسين للجابر والفارو بزمن 77 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية، ليصبح مجموع النقاط 20.849. في أرض الميدان الآن مشارك رقم 10 الفارس عبدالله القاشوطي، وهو يمتطي صهوة الجواد تشيبلينو. 8 jumping penalties at fence number 1 and 10 in a time of 77.03 for حسين الجابر and الفارو. So the total points is 20.849. In the arena now, rider number 10, Abdullah Al-Qashuti. Abdullah is riding Cipollino. امتناع عند الحاجز رقم 8، وبالتالي للأسف تم استبعاد الفارس عبدالله القاشوطي
حظ أنفر إن شاء الله في البطولات القادمة. معنا الآن في أرض الميدان الفارس محمد طالب السعاق وسندري لبي. That was a second refusal at fence number 8. So unfortunately that was elimination for Abdullah Al-Qashiti and Chapelino in the arena now. Riding Cinderella Labi, Muhammad Talib Asa. أربع نقاط زافية القفزة للفارس محمد أصعاق وسندر لبي بزمن 68 ثانية 65 جزء من الثانية، يصبح مجموع النقاط 14.344. معنا الآن في أرض الميدان الفارس عبد الله عادل نصار والجواد بوستن. That was four penalties in a time of 68.65 for محمد أصعاق and سندر لبي. So he has now total points of 14.344. In the arena now riding Boston, Abdullah Adel Nassar. نقاط جزاء لصالح الفارس عبد الله عادل نصار وبوستن بزمن 73 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية، تبقى مجموع النقاط عند 10 نقاط وأربعة أجزاء من الألف. معنا الآن في أرض الميدان المشارك رقم 14 في القائمة الفارس خجين فرج العذبة والجواد أنتين درمز. That was a nice clear round for عبد الله نصار and Boston in a time of 73.03. Total points stays at 10.004. In the arena now, riding Antian drums, Khjem Faraj Al-Adba. Oh,
الجولة بدون نقاط جزاء لصالح خجيم العذبة وأنتين درام بزمن 66 ثانية و 74 جزء من الثانية زمن جيد، وتبقى النقاط عند 9.689 من ألف. في أرض الميدان الآن المشارك رقم 15 الفارس محمد جاسم الغزالي وكاريزما 167. That was a nice clear round for خجيم العذبة and Antin Drum in a time of 66.74. Total points stays at 9.689. In the arena now riding Charisma 167 محمد الغزالي. جزاء لصالح محمد الغزالي وكاريزما 167 الزمن 69 ثانية و 32 جزء من الثانية، وبالتالي يبقى مجموع النقاط 9.339 من ألف. في أرض الميدان الآن الفارس سلمان محمد العمادي والجواد رينوبين. That was a nice clear round for محمد الغزالي and كاريزما in a time of 69.32. So total points stays at 9.339. إذا رينا ناو رايدينغ رينو بين سلمان العمادي. سلمان العمادي الجولة بدون نقاط جزاء بزمن 69 ثانية و 67 جزء من الثانية، وبالتالي يبقى مجموع نقاطه كما في الأمس 8.769 من ألف. معنا الآن المشارك رقم 18 في القائمة الفارس فيصل عبد الهادي المري والجواد جولدان. That was a nice clear round for سلمان العمادي and رينبين in a time of 69.67. total points stays at 8.769. In the arena now riding Goldan, Faisal Almeri. يا شيخ سل الحذف
وتو ما زان مرمى جولة الفارس سلمان العمادي والذي أنهى الجولة بأربعة نقاط جزاء في القفز بزمن 69 ثانية 23 جزء من الثانية ليصبح مجموع النقاط 12.769 وكانت النتيجة قبل ذلك لخالد النعيمي وكلينتوب الذي أنهى الجولة بدون نقاط جزاء بزمن 69 ثانية 67 جزء من الثانية. معنا الآن الفارس فيصل المري وجولدان. That was four penalties for Salman Al-Imadi in a time of 69.23. In the arena now, Faisal Abdelhadi Al-Marri. Faisal is riding Golden. وقد أنهى الفارس فيصل المري وجولدان الجولة بدون نقاط جزاء، وبالتالي يبقى مجموع نقاط الفارس فيصل المري عند 8.349 من 1000. معنا الآن الفارس راشد المري وويسبر ماجيك. That was clear round for فيصل المري and جولدان in a time 73-73. Total points stays at 8.349. Riding Whisper Magic in the arena now, راشد تويم المري. Oh,
نقاط جزاء في القفز لراشد المري ويسبر ماجيك بزمن 74 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية، وبالتالي يصبح مجموع النقاط للفارس راشد المري 15.574. في أرض الميدان الآن المشارك رقم 20 عبدالله بريك المري والجواد فيليب. That was a jumping penalties in a time of 74.04 for Rashid Al-Marri and Whisper Magic. Total points of 15.574. Riding Philip in the arena now, Abdullah Break Al-Marri. من الثانية يبقى مجموع النقاط 7.504. في أرض الميدان الآن المشارك رقم 21 الفارس محمد علي العذبة وأدفوكات. That was a nice clear round for Abdullah Al-Marri and Philip in a time of 76.10. Total points stays at 7.504. In the arena now, rider number 21 riding Advocat محمد علي العذبة. كانت نتيجة الفارس محمد علي العذبة وأدفوكات، يصبح مجموع النقاط 10.829. مع الآن في أرض الميدان المشارك رقم 22 عبد الرحمن محمد الحمد وبرق الزبار. That was four jumping penalties in a time of 66.43 for محمد العذبة and أدفوكات. Total points 10.829. Riding برق الزبار in the arena now عبد الرحمن الحمد. يا ولد
ثانية لقاء جزاء في القفز كانت نتيجة الفارس عبد الرحمن الحمد وبرق زبار بزمن 65 ثانية 85 جزء من الثاني يصبح مجموع نقاط الفارس عبد الرحمن 14.284 معنا في أرض الميدان المشارك رقم 23 الفارس حمد علي العطية وبريتي باك. That was 8 penalties for عبد الرحمن الحمد in a time of 6.585. Total points 14.284. Riding pretty back in the arena now, rider number 23, حمد علي العطية. أنهى الفارس حمد العطية وبريتي باك الجولة بدون نقاط جزاء بزمن سريع زمن 66 ثانية و64 جزء من الثانية وبالتالي يبقى مجموع النقاط عند 6.124 لحمد العطية. في أرض الميدان الآن المشارك رقم 24 في القائمة حسين حيدان وبنهور. That was a nice clear round for حمد العطية and pretty back in a time of 66.64. Total points stays at 6.124. Riding Ben Hur in the arena now, Hussein Haydan. إسقاط آخر حاجز للأسف 4 نقاط جزاء لحسين حيدان وبنهور بزمن 72 ثانية 81 جزء من الثانية وبالتالي يصبح مجموع نقاط الفارس حسين حيدان 9.289. بانتظار الفارس رقم 26 في القائمة وهو الآن في أرض الميدان الفارس عبدالله طالب الصعاق والجواد سيسي هارت. So that was 4 penalties in a time of 7.281 for Hussein Haydan and Benhur. Total points for Hussein is 9.289. Riding CC Hart in the arena now, Abdullah Talib Asad.